بندور في حلقة مفرغة، خلافات وصراعات وحروب وضحايا من كل جنس ولون، وبعدين يجي وباء يفكرنا أننا كلنا نفس الإنسان، يفكرنا أننا كلنا في خندق واحد، وبعد ما الوباء يخلص ونتغلب عليه نرجع تاني لنفس الخلافات والصراعات. قصة وتكررت كتير، من الطاعون اللي قضى على ملايين في العصور الوسطى، للكوليرا في القرن ال19، للإنفلونزا الإسبانية في القرن ال20. وكل مرة بعد كل وباء محدش بيتعلم الدرس، وتاني تاني بنرجع للحروب، الحروب اللي طاقتنا كلها بتضيع فيها، ودينا هم محطوطين في نفس الخندق في مواجهة كوفيد-19. لكن يا ترى هنتعلم من التجربة؟ ولا الوباء ده مجرد فاصل وإحنا في انتظار صراع جديد وحرب جديدة؟ هو ده السؤال المهم. التاريخ بيقول إننا ما بنتعلمش، في المحنة بنتكاتف، ولما بتعدي بننسى وبنرجع تاني لعاداتنا وحياتنا اليومية، للسباق والجري طول النهار، بنرجع ننشغل ونتوتر على أبسط الأسباب، ونحط وشنا في الشاشات طول اليوم. مظبوط، بترجع الصراعات العرقية والخلافات الأيديولوجية، وبنرجع للهيمنة الاقتصادية والسياسية والفكرية في كل حاجة، حتى في العلاقات الإنسانية، وبترجع مصالح الكائنات الكبرى اللي بتتحكم في أدق تفاصيل حياتنا. التاريخ بيقول كده، وبيقولوا إن التاريخ بيعيد نفسه، لكن الحقيقة إننا إحنا اللي بنعيد أخطائنا. طب إزاي هنتغير وإحنا سنين طويلة بنلف في نفس الدائرة؟ That is right, young man. And that is why I always say insanity is doing the same thing over and over, but expecting different results. And now look at you, all facing the same pandemic, all fighting the same battle, all sharing the same space-time, no matter where you come from. Now that is what I call relativity. صح، لأن ده معناه إننا هنوصل لنفس النتائج، يعني التاريخ هيعيد نفسه. اسمحيلي، الإنسان هو اللي بيكرر أخطائه، لأن قراراته هي اللي بتصنع التاريخ. يعني قراراتنا دلوقتي هتبقى تاريخ للي جايين بعدنا. حاضرنا هو تاريخه، ومستقبلنا هو حاضرهم. يبقى لازم نكسر الدايرة المغلقة ونغير طريقة تفكيرنا عشان نوصل لنتائج مختلفة. لازم نفكر بحكمة، وهذا ما قلته من قبل، لقد تعلمت التفكير، ثم تعلمت التفكير داخل قوانين، بعدها تعلمت أن التفكير الصحيح هو التفكير من خلال تحطيم القوانين. والبشر حابسين نفسهم في نفس قلب التفكير عشان بس يبرروا صراعاته. Life is an opportunity. Benefit from it. Life is a dream. Realize it. لا تهدروها. Life is too precious. Do not. نعيش مع بعض. ليه نحارب بعض لما ممكن نعيش مع بعض؟ Humans are fighting for their life against this disease. But let me tell you that one of the greatest diseases is to be nobody for anybody. الحرب كتير دمرت، عمرها ما عمرت، ما بتسيبش وراها غير الألم والدموع. احنا مش مجرد أرقام ضحايا في نشرة أخبار. كتير سمعنا عن كوارث طبيعية دمرت بيوت وشردت أسر وسابت وراها خسائر كتير، حرائق الغابات مثلا. لكن المرة دي الكارثة مش بس شفناها في الأخبار، ده احنا عشناها كلنا. كلنا في نفس المركب، عايشين نفس الخوف، بنواجه المجهول، مش عارفين نعمل ايه، ومفيش حد عنده الحل. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. يبقى لازم نبدأ بنفسنا ونغير تفكيرنا. We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop. As you said once, there are things that I can do, you cannot do. And there are things you can do that I cannot do.
مع بعض نقدر نحقق كتير. نقدر نتعلم من الماضي ونغير الحاضر ونأسس للمستقبل. المهم يبقى عندنا إرادة حقيقية. بالأمس كنت ذكياً، أردت أن أغير العالم. اليوم أنا حكيم، لذلك سأغير نفسي. My dear children and all of you who listen to me now, we fear the future because we are wasting today. Do not wait for leaders. Do it alone, person to person. ده الوقت اللي نقدر نحلم فيه ونفكر بحرية، اللي نقدر نجرب فيه ونغلط ونتعلم من غلطنا، الوقت اللي نقدر فيه نبص على الحياة ونشوف مشاكلها ونحلها. إحنا جزء من المعادلة، وعندنا طاقة وأفكار ممكن تخلينا بداية الحل. The whole of science is nothing more than the refinement of everyday thinking. All it takes is some imagination, some courage, some innovation, and adventure. Don't fear mistakes, because if you never made any, then you have never tried anything new. بذرة اليوم شجرة مثمرة في المستقبل، فما تبدأه اليوم ترى طرح ثماره في الغد. أنتم البداية، بداية ما سوف ينعم به أبناؤكم وأحفادكم. فتعلموا ممن سبقكم وكونوا خير مثال لمن يأتي بعدكم. اليوم موعدكم، فلتبدأوا. كفاية كفاية حروب، ليه نتفرق لما ممكن نتجمع؟ ليه الاختلاف يوصل لخلاف؟ من حق كل الناس تعيش في سلام، وأجيال ورا أجيال تعمر الأرض. مع بعض نقدر نحلم وننفذ ونكسر دايرة التاريخ، نتحد ونتفق. إحنا من النهاردة بنرسم مستقبل جديد كله خير للإنسانية، يعيش فيه اللي جايين بعدنا ويفتكروا إن البداية كانت من هنا. بكرة بيبدأ من النهاردة. Tomorrow starts now, because now we are back together.